معنا مشاهدينا الكرام بشأن هذا الموضوع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السودان، معنا هاتفيا من الخرطوم السيد محمد شناوي المحلل السياسي السوداني. مرحبا بك سيد محمد، كيف تقيم هذه الخطوة في السودان بإطلاق 80 معتقلا سياسيا وهناك حديث عن آخرين أيضا؟ نعم، بالفعل خطوة عملية إطلاق السراح للمعتقلين السياسيين وأيضا هناك أيضا معتقلين صحفيين ومواطنين وطلاب السجن، هي خطوة في تقديري أنها إيجابية، وأيضا هي يعني تساهم في التوافق بين القوى المعارضة وبتعمل على تهيئة المناخ السياسي. طبعا كثير يعني من المراقبين ايضا يرون ان هذه الخطوه ليست بالكافيه لمعالجه الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه، لكن لابد من لكن يعني لابد من حلول جذريه لمعالجه مشاكل البلاد. على العموم ان هي عمليه خطوه اطلاق سراح المعتقلين هي اعتقد انه هي خطوه ايجابيه. طيب بتساهم في تهيئة الأجواء. طيب باعتقادك هذه المبادرة هل تأتي استجابة للضغط الشعبي أم تأتي في إطار الإصلاح السياسي وفتح صفحة جديدة مع المعارضة؟ والله هي طبعا إبداع حسينية من جانب الحكومة السودانية، خاصة أن معظم المعتقلين هم من أحزاب المعارضة، وكما ذكرت ان احزاب المعارضه يعني من ابرزهم هو حزب الامه، هو اكبر الاحزاب السياسيه هنا في السودان، وايضا تم اعتقال عدد كبير جدا جدا من الكوادر من حزب الامه جراء الاحتجاجات الاخيره في بدايه هذا العام، ابرزهم يعني نائب رئيس حزب الامه عبد الله برما والامين العام لحزب الامه ايضا سار عبد الله، يعني كما شملت قائمة المخرج عنهم الناشطة برضو في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن هناك أيضا أمر يعني لافت للنظر أن هناك سلطات تحفظت على كل من محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، وهي أيضا هي كانت نظمت مظاهرة في بداية هذا العام بعيد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وأيضا عمر الجديد وبعيد المؤتمر السوداني. طيب. وأيضا القيادي في الحزب الاتحادي. عموما أنا أعتقد أن عملية إطلاق سراح عدد من المسؤولين في الأحزاب المعارضة أيضا أعتقد أن هي خطوة جيدة. طيب. وإزاء حسن النية في الحلول لكل القضايا من هذه القضايا، ما مدى مساهمة هذه المبادرة الحكومية في تنفيس الاحتقان الشعبي بعد المشاكل الاقتصادية؟ والله أنا في تقديري هي يعني أفكر أن هي يعني بتهيئ الأجواء لكن لم تخل المشاكل. الآن السودان بأزمات اقتصادية كبيرة جدا جدا، الأزمة كما تعلم أنها هي بدأت منذ العام 2011 منذ فقدان السودان نصيبه من النفط جنوب السودان، وبالتالي أيضا القرارات التي كانت في العام 2013 احتجاج سبتمبر الشهيرة التي راح على إثرها عددا من المواطنين، حيث خرجت بعيد أيضا القرارات الإصلاحات الاقتصادية في آنذاك خرج عدد كبير جدا جدا من المواطنين وراح على إثرها ضحايا كبيرة، وبالتالي أيضا الموضوع كان متسلسل يعني. وأخيرا في العام 2018 هي زادت الصين أدلة، يعني الآن الوضع الاقتصادي الوضع صعب. طيب سيد محمد، طالما قلت في البدء أن هذه خطوة إيجابية، هل تتوقع أن تكون هناك خطوات من الحكومة والمعارضة للوصول إلى نقطة مشتركة في الرؤى السياسية لصالح البلد؟ في الوقت الراهن لا أتوقع، لأن الحكومة السودانية قبل عامين من الآن كانت هناك أيضا عملية في الحوار بعد لها معظم الأحزاب السياسية،
لكن هناك احزاب، حزب الامه كحزب الامه ايضا، والمؤتمر السوداني والحزب الشيوعي الان هم كانوا من ابرز الرافضين لعمليه الانتظار. ما لم الحكومه ايضا تقدم تنازلات اكثر من ذلك، لا اتوقع عن المشاكل المناسبه الحل. شكرا جزيلا لك سيد محمد شناوي المحلل السياسي السوداني من الخرطوم.